ذكرتها بخصوص ان بعض الاشياء يجب الا تذكر من الاساس، وبعض الوقائع يجب ان يعني تهمش ولا نتحدث عنها، ولكن الموضوع مخيف مش بسبب التصريحات عن الكاتب والاديب الكبير نجيب محفوظ، بقدر ما هو حديث عن مجلس النواب وما قد يخرج من مجلس النواب، واحنا بنتحدث عن نائب في البرلمان المصري اللي كلامه بيؤخذ ويعمم في كل وسائل الإعلام في العالم، وكأن هذا هو البرلمان المصري وكأن هذا هو مجلس النواب المصري. يعني حاجة تخوف كمان أكتر، اهتمامات النواب إيه؟ أفكارهم وخلفياتهم الثقافية اللي هم داخلين بيها المجلس شكلها إيه؟ اهتماماتهم بالمواطن قد كده قد كده الحياة لطيفة وسهلة عشان كل واحد يجي لنا بأفكار وخلفية ثقافية نتفق نختلف معاها ونلاقيه ده محور حديثه وحواره في مجلس النواب؟ احنا معانا الأستاذ نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب. سيادة النائب صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. سيادة النائب، يعني موقف أو هل كان في رد في مجلس النواب أو من قبل مجلس النواب على تصريحات النائب أبو المعاطي مصطفى؟ فندم أنتم مسألة متاخدة بطريقة يعني أنا شغلين نفسنا بقصص بسيطة مصر في احوج ما يكون لحاجات اكبر من كده. يا سلام والله وحضرتك اللي قلت اهو سياده النائب ان مصر يا باشا ما برضه في احوج للاهتمام بتصريح يعني بموضوعات اهم من اللي اتقالت من سياده النائب. يا اتفضل يا فندم. يا سياده ما تحملوش الاشياء اكتر من حجمها. اولا رد الدكتور ابو المعاطي كان رد انفعالي على احد الساده النواب، انما مش موجود في المضبطه اساسا. تمام. مش موجود في مضبط اللجنه. واخد بال حضرتك؟ اثنين، القانون اللي مجلس النواب منع ما هو ما فرضش ما كانش فيه اباحه وحاطط حظر الحبس. ده القانون اساسا موجود. القانون اساسا موجود. اللي كان فيه الحبس كان موجود ايام نجيب محفوظ وايام ام كلثوم وايام فاتن حمامه وايام واخد بقى حضرتك ايام الجيل الجميل ده كله. محدش اتحبس عشان رايه ولا فكره ولا ابداعه. واخد بقى حضرتك؟ لكن اللي بيطالب ده قانون كان مقدم من الاعضاء برفع الحبس والاكتفاء بالغرامه. تمام. انت تتحدث عن فن في فن وفي فن هابط. فاذا كان القانون وكان فيه الحبس لم يعالج ولم يحبس لم يحبس احد في ظل هذا القانون. لما نيجي نقدم او الزملاء اللي قدموا برفع الحبس والاكتفاء بالغرامه، احنا بنحمي المجتمع، بنحمي القيم، بنحمي العهد الدولي، بنحمي الدستور. هو ده اللي لما المجلس رفض رفع عقوبه الحبس ما كانش لا قصد فيها، لان لو كان نجيب محفوظ زي ما الناس عمال تطنطن كده وتقول المجلس ونجيب محفوظ كان اتحبس في ظل القانون اللي فيه حبس، مش كده ولا ايه؟ مش كده يا فندم ولا ايه؟ يا سياده النائب، الحديث على تصريح خرج على لسان واحد من مجلس النواب، لكن احنا عارفين حضراتكم توصلتوا لايه في النهايه، وعارفين ان ده مش بعد اذنك هذا التصريح حضرتك ما عشتش اجواء النقاش. ده مداوله زي ما تبقى مرافعه في المحكمه بين اثنين كل واحد بيعرض وجهه نظره قد يتجاوز في حديثه لكن لا يمثل ده الفكر ولا يمثل الرأي، إنما بيبقى رد. الموقف محتاج رد على زميل بصفة شخصية وليس بصفة مطاعمة. طيب بشكرك سيادة النائب نبيل الجمل، وإحنا بينضم لنا النائب أبو المعاطي مصطفى، والأثر في الحقيقة تصريحه الكثير من الجدل وأغضب الكثير.